بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية قواعد اللغة. سنستأنف فد الفقرة مع لا كونجيغيزون ونستكمل مع ما رأيناه فيما سبق فيما يتعلق بلو باسي كومبوزي. طبعا رأينا فيما سبق لو باسي كومبوزي الخاص ببعض الأفعال المصرفة مع لوكسيليير أفوار والمصرفة أيضا مع لوكسيليير أتر. ثم رأينا تقريبا طريقة اختيار لوكسيليير اتر او افوار. فد الفقره سنستكمل مع ما تبقى من هذا الزمن، نتكلم عن لو باسي كومبوزي. اذن كيسكو لو باسي كومبوزي، اذن ماذا نعني بلو باسي كومبوزي؟ اذن هذا الزمن الذي تطرقنا له ماذا يعني؟ كيسكو لو باسي كومبوزي، ماذا نعني بلو باسي كومبوزي؟ اذن لو باسي كومبوزي إكسبريم أنه يعبر عن إن أكسيون، يعبر كما نقول بأن، يعبر بأن، المقصود بأنه يعبر على أن إن أكسيون دون لو باسي، بأن فعلا ما في الماضي تتميني أنه انتهى، أنه تم. إل سولين أنسي برانسيبالمون لو ريزولتا أو لا كونسيكونس دو لاكسيون. إذن هو يسطر هكذا، وبذلك يسطر بمعنى آخر principalement بشكل أساسي le résultat، بشكل أساسي le résultat يعني النتيجة ou la conséquence de l'action، أو كما نقول عاقبة الفعل، ما يأتي بعد الفعل، ما ينتج عن الفعل. الذي يهمنا هنا بأن le passé composé عندما نصرف فيه فعلا فهذا يعني بأنه يعبر عن حدث قد تم. ثم أن هذا الباسي كومبوزي طبعا أنه يسطر على نتيجة أو على ما ترتب على هذا الفعل. إذن سنرى بعض الأمثلة. طبعا دون لا لونغ بارلي، في اللغة المتكلمة، دون لا لونغ بارلي في اللغة المتكلمة، كما نتكلم هنا عن اللغة العامية بين الناس. لو باسي كومبوزي رومبلاس لا بليبار دي طون لو باسي سامبل. دون لا لونغ بارلي le passé composé remplace la plupart des temps le passé simple. اللغة المتكلمة بين الناس le passé composé remplace أنه يعوض la plupart des temps، يعني في أغلب الأوقات le passé simple، أنه يعوض le passé simple. لماذا؟ لأن تركيبة le passé composé كما لاحظنا أنها سهلة إلى حد ما بالمقارنة مع le passé simple، وبالتالي فإن أغلب الناس طبعا لتقارب هاد الزمنين من حيث الماضي، ففي أغلب الحالات الناس بدل أن تستعمل لو باسي سامبل فهي تستعمل لو باسي كومبوزي. إذن في اللغة المتداولة، إذن كما قلنا دون لا لونغ بارلي لو باسي كومبوزي رومبلاس لا بليبار دي طون لو باسي سامبل. إكزومبل، كمثال هيير ميشيل أرونجي سون بيرو. هيير ميشيل أرونجي سون بيرو، يعني بالأمس ميشيل أنه رتب مكتبه. il a décidé de ranger son bureau chaque semaine. il a décidé، أو نقول il a décidé de ranger son bureau chaque semaine، يعني هو قرر. طبعا هو قرر في الماضي، نتكلم هنا عن لو باسي كومبوزي الخاص بفعل décidé، يعني فعل قرر. إذن هو قرر ماذا؟ قرر de ranger son bureau chaque semaine، هو قرر بأن يرتب مكتبه كل أسبوعين. إذن طبعا هو قرر في الماضي، ثم أن هذا الماضي سيمتد إلى الحاضر وإلى المستقبل. إذن ماذا قرر؟ قرر بأنه سيرتب مكتبه في كل أسبوع، وبالتالي فإن هذا التقرير طبعا له علاقة بالحاضر، مادام أن ميشيل سيبقى يرتب مكتبه كل أسبوع. طبعا عملية الترتيب ستمتد إلى الحاضر والمستقبل. ثم عندنا quand on employ le passé composé en français، متى نستعمل le passé composé في الفرنسية؟ le passé composé est utilisé pour parler d'une action unique achevée dans le passé. il permet de souligner le résultat ou la conséquence de cette action dans le présent. et dans le passé composé est utilisé pour parler d'une action unique achevée dans le passé. et dans le passé composé أنه يستعمل
للكلام عن فعلين، نتكلم عن فعل على الأرض، لاكسيون مقصود به الفعل على الأرض، لا نتكلم عن لو فيرب الذي يعني فعلا نكتبه، هذا لو فيرب. أما لاكسيون المقصود به الفعل الذي يعكسه الفعل الذي نكتبه، عندما نرى شخصا يضرب طفلا إذا فهذا الضرب نراه حقيقة، إذا هنا نتكلم عن لاكسيون. طبعا عندما نريد أن نعبر عن الحادث إذا طبعا نكتب، نستعمل فعلا نكتبه للتعبير عن هذا. Il permet de souligner l'action. Le passé composé est utilisé pour parler d'une action unique achevée dans le passé. Et dans le passé composé est utilisé pour parler d'une action unique achevée dans le passé. Et dans le passé composé, on a utilisé le terme en fi'lin yatim 'ala al-ard achevé dans le passé. Annahu tamma fi al-madi. Il permet de souligner le résultat ou la conséquence de cette action dans le présent. إذن هو يمكن، طبعا عندنا هنا لو فيرب بيرميتر، يبيرمي هو يمكن دو سوليني لو ريزولتا، إذن هو يمكن من التسطير على النتيجة، المقصود بأنه يشير إلى النتيجة، أو لا كونسيكونس دو سيت أكسيون، أو العاقبة أو ما ينتج بمعنى آخر دو سيت أكسيون، ما ينتج عن هذا الفعل، دون بريزون، يعني في الحاضر، كما رأينا قبل قليل، عندما نقول مثلا إكزومبل مثال Hier, Michel a rangé son bureau. Et donc, comme on a dit, Michel, il a fait le bureau. Et donc, il a fait une action unique. Et donc, il a fait un fait واحد. Il a fait un fait واحد. Conséquence, il y a une nature, le bureau est maintenant rangé. Bien sûr, عندما نقول بأن ميشيل بالأمس أنه رتب مكتبه، فالسامع طبعا سيعرف بأنه إذا ذهب إلى المكتب فهو سيجده الآن مرتبا، وبالتالي فإن الفعل الذي قام به ميشيل بالأمس فهو يمتد إلى الحاضر. إذا لو بيغو إي مانتونو رونجي، إذا المكتب الآن هو مرتب. إلى ديسيدي دو رونجي سون بيغو شاك سومين، كما رأينا قبل قليل هو قرر ترتيب مكتبه كل أسبوع. إذا المقصود هو قرر في الماضي، طبعا هو قرر ماذا؟ قرر فعلا سيتكرر كل أسبوعين، هو قرر فعلا، الفعل هو أن يرتب مكتبه، إذا ترتيب المكتب سيتكرر كل أسبوع. إذا طبعا كما نلاحظ بأن الباسي كومبوزي لفعل ما ممكن أن يكون له علاقة أو امتدادات بمعنى آخر إلى الحاضر. ليا افيك لو بريزون، إذا كما رأينا الآن هناك رابط مع لو بريزون. Le passé composé, طبعا أنه يرمي إلى التعبير عن حدث واحد، ثم أن هذا الحدث له ارتباط بالحاضر. ليه؟ avec le présent. ارتباط بالحاضر. Il ne veut plus être si désordonné. هو لم يعد يريد بعد أن يكون مشتتا. هو لم يعد يريد أن يكون مشتتا. إذا كما نلاحظ هنا il ne veut plus، il ne veut plus، ما عندناش هنا il ne veut pas، هو لا يريد، بل il ne veut plus، المقصود بأنه من الآن فصاعدا هو لم يعد يريد être أن يكون si désordonné، si désordonné أن يكون جد مشتت. Comment conjuguer les verbes français au passé composé؟ الآن comment conjuguer les verbes français au passé composé. كما رأينا فيما سبق طريقة صرف الأفعال في الباسي كومبوزي في الفرنسية. Le passé composé se forme avec l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent. إذا كما رأينا فيما سبق بأن الباسي كومبوزي أنه يصرف سواء مع l'auxiliaire être أو بيان l'auxiliaire avoir conjugué au présent. يعني أن le passé composé يستعمل لو فيرب افوار، طبعا هنا يصبح اوكسيليير مساعد، لان هدفنا في الباسي كومبوزي ان نصرف الفعل الذي ياتي بعد افوار، او نستعمل اتر، طبعا ايضا بنفس الطريقه اتر هو فقط مساعد هنا. اذا هاد المساعدين كونجيغي او بريزون، انها تصرف في الحاضر. نقول جي
تيا إل أن نو زافون فو زافي إيفزان كما سنرى بعد قليل أو نقول جو سوي تيي إلي نصون فو زيت إيفزان. طبعا إذا صرفنا هذا المساعد في زمن آخر بسيط طبعا لن نحصل على الباسي كومبوزي بل سنحصل على زمن آخر مركب. طبعا في الفرنسية هناك أزمنة أخرى مركبة مثلا لو بليس كو بارفي مثلا لو فيتور انتيريور إلى غير ذلك. كما قلنا الآن إذا أخذنا مثلا بخمير بيرسون أفوار أو إتر طبعا أفوار نقول مثلا جي أمي أنا أحببت شيئا مثلا جي فيني أنا أكملت شيئا كما مثلا مع لو فير فوندر نقول جي فوندي أنا بعته لو فير فوندر نقول جي فوندي أنا بعته. ثم مع إتر مع لا بخمير بيرسون طبعا دائما نقول جو سوي بارتي أنا ذهبت أنا انطلقت لأن الانطلاق يهمني أنا شخصيا إذن أقول جو سوي بارتي. هاد بارتي تتلون في هاد الحالة كما رأينا فيما سبق بأن الأفعال التي تصرف مع إتر أنها تتأثر. لذلك فإن لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بارتير اللي هو بارتي اللي عندنا هنا أنه سيتغير مع لي برونو بيرسونيل و بيان افيك لي سوجي عموما. إذا نقول مثلا جو سوي بارتي إذا كنت بنتا سأقول جو سوي بارتي سنضيف أ نقول نصون بارتي طبعا نضيف إس إذا كنا ذكورا ثم نقول نصون بارتي نضيف أ إس إذا كنا إناثا و لا دوزيام بيرسون دي سينغولي. إذا بالنسبة لي الضمير الثاني للمفرد إذا نقول تيا إذا أنت أو أنتي طبعا نصرف هنا أفوار في البخيزو نقول تيا. ثم بالنسبة لي إتر نقول تيي pour la troisième personne du singulier نقصد هنا إيل أو إل أو أون. إذا هادو كلهم الثلاثة تمثلوا لنا لا troisième personne du singulier طبعا حسب المعنى إيل يعني هو إل تعني هي أون نقصد بها مجموعة أشخاص أو شخص ما غير معين أو تنعملوا ديما باش نشيروا لواحد الجهة معينة بدون أن نحددها. إذا نستعمل أون طبعا أون بدون طي نتكلم عن أون إذا نتكلم عن أون بدون طي. إذا هاد أون نقصد بها جهة معينة دون تحديدها. إذا نقول إل أ إل أ أون. ثم لو فيرب أفوار طبعا في حالة أننا نصرف مع أفوار فعلا آخر يصبح أكسيليير. إذن هنا نتحدث عن أفوار بصفة عامة. إذن أفوار مع إيل أو إل أو أون يصبح أ. إذن نقول إيل أ إل أ أون أون. لو فيرب إتر أو بيان لوكسيليير إتر إذا كنا سنصرف مع فعل آخر إذن مع إيل أو إل أو أون نقول أي. إذن نقول عموما إلي إلي أوني. ثم pour la première personne du pluriel إذا نقول nous avons بالنسبة لأفوار nous sommes بالنسبة لأتر. pour la première personne du pluriel نقول nous avons pour avoir nous sommes pour être. ثم pour la deuxième personne du pluriel نقول vous avez pour avoir vous êtes pour être. إذا نقول vous avez بالنسبة لأفوار ثم نقول vous êtes بالنسبة لفعل être. ثم pour la troisième personne du pluriel إذا نقول il ou bien elle ont. إذا نقول ils ont elles ont بالنسبة لأفوار ils sont elles sont بالنسبة لأتre ils sont elles sont بالنسبة لأتre. إذا فنلاحظ الفرق. الآن فيما يخص la phrase négative في حالة الجملة المنفية dans les phrases négatives إذا في الجمل المنفية l'auxiliaire est encadré par les deux termes de la négation. Idem, l'auxiliaire est encadré par les deux termes de la négation. Idem, l'auxiliaire, هو الذي يتم تأطيره بكلمات النفي. طبعا في اللغة الفرنسية عندنا مجموعة كلمات للنفي نه ثم تأتي الكلمة الأخرى التي تتغير. طبعا إذن نقول نبقى من ضمن الكلمات المتعلقة بالنفي في اللغة الفرنسية نقول ne pas أو نقول
ne jamais أو نقول مثلا ne guère أو bien ne plus إلى غير ذلك. هناك كلمات أخرى طبعا لكل منها معنى معين أنها تستعمل في la négation. Exemple, j'ai rigolé. أنا مزحته. J'ai rigolé. أنا مزحته. طبعا في النفي نقول je n'ai pas rigolé. في النفي نقول je n'ai pas rigolé. أنا لم أمزح. طبعا كما نلاحظ بأن الكلمتين أنها أحاطت بهذا أي اللي هي avoir ولم تحط بالفعل الأساسي المصرف في الزمن هنا اللي هو rigolé. مثلا إذا أخذنا le verbe partir طبعا في هذه الحالة كما نلاحظ سنستعمل le verbe être كأوكسيليير. إذا سنقول je suis parti. Je suis parti. أنا انطلقت أو أنا ذهبت. طبعا في la négation يعني في النفي إذا نقول je ne suis pas يعني لست. إذا نقول je ne suis pas parti. أنا لم أنطلق. Je ne suis pas parti. أنا لم أنطلق. إذا كما نلاحظ مرة أخرى بأن لوكسيليير في هذه الحالة هو الذي تمت إحاطته بهذا لي دو تيرم بهذ الكلمتين ولم نحط الفعل كما يحدث مع الأزمنة البسيطة. طبعا في الأزمنة البسيطة أننا نحط الفعل لأنه يكون عندنا فقط الفعل. في الأزمنة البسيطة طبعا يكون عندنا فقط الفعل لا يكون عندنا المساعد. أما في الأزمنة المركبة كلو باسي كومبوزي كما في حالتنا هنا في حالة النفي سنحط هذا لوكسيليير نحيط بكلمتي النفي. Dans le cas d'un verbe pronominal, في حالة الأفعال كما نقول ضميرية. Dans le cas d'un verbe pronominal, في حالة الأفعال الضميرية. طبعا نتكلم هنا عن الأفعال التي تبتدئ بسو. نتكلم هنا عن الأفعال المبتدئة بسو. مثلا se laver. مثلا se lever. مثلا se battre. إلى غير ذلك. نتكلم هنا عن الأفعال المبتدئة بسو. إذن هذه الأفعال تسمى verbe pronominal. Le verbe pronominal. إذن dans le cas d'un verbe pronominal, إذن في حالة فعل يبتدئ بسو la négation encadre le bloc chrono auxiliaire. إذن في هذه الحالة la négation نتكلم هنا عن نفي بمعنى آخر نتكلم عن ne pas أو ne plus أو ne guère. إلى غير ذلك هاد أداتي النفي la négation encadre أنها تؤثر. تؤثر ماذا؟ le bloc. تؤثر المجموعة كما نقول le bloc المجموعة. أي مجموعة؟ خونو أوكسيليير. إذن في هذه الحالة هاد لبخونو الأوكسيليير لبخونو الأوكسيليير الاثنين سيتم إحاطتهما بعد أداتي النفي. إكزامبل كمثال je ne suis pas trompé dans mon calcul. je ne suis pas trompé dans mon calcul. طبعا عادة بدون النفي نقول je ne suis trompé dans le calcul. عادة نقول je me suis trompé dans mon calcul. je me suis trompé dans mon calcul في حالة عدم النفي. je me suis trompé dans mon calcul. انا اخطأت في حسابي. انا اخطأت في حسابي. طبعا في حالة النفي نقول je ne me suis pas. je ne me suis pas. je ne me suis pas trompé dans mon calcul. je ne me suis pas trompé dans mon calcul. Je ne me suis pas trompé dans mon calcul. Je ne me suis pas trompé dans mon calcul. أنا لم أخطئ في حسابي. Avoir ou être. Avoir ou être. إذن عموما هل نختار avoir أو être؟ طبعا هنا سنذكر طريقة أخرى معتمدة أيضا. Avoir ou être. Le passé composé de la majorité des verbes se forme avec avoir. Le passé composé de la majorité des verbes se forme avec avoir. إذن le passé composé de la majorité des verbes. إذا نتكلم عن le passé composé لأغلب الأفعال. Le passé composé de la majorité des verbes. إذا نتكلم عن le passé composé لأغلب الأفعال se forme avec avoir. se forme avec avoir. يتكون من avoir. إذا نتكلم هنا عن أغلب الأفعال أنها تصرف في le passé composé. وعندما نقول بأنها تصرف في le passé composé فضمنيا فهي تصرف أيضا في أغلب الحالات مع le verbe avoir في الأزمنة المركبة الأخرى بنفس الطريقة. le passé composé de la majorité des verbes se forme avec avoir. إذا le passé composé لأغلب الأفعال أنه يتكون من avoir.
إذن في أغلب الصرف أننا نستعمل avoir. هناك القليل من الأفعال هي التي تستعمل مع être. L'auxiliaire être est employé avec les 14 verbes suivants. إذن l'auxiliaire être est employé avec les 14 verbes suivants. المساعد être أنه يستعمل avec les 14 verbes suivants مع الأفعال 14 التالية. مع الأفعال 14 التالية. L'auxiliaire être est employé avec les 14 verbes suivants. إذا نتكلم عن المساعد être أنه يستعمل مع 14 فعلا التالية. مع الأفعال 14 التالية. عندنا naître يعني ولد. نتكلم على la naissance يعني الولادة. naître يعني ولد. mourir نتكلم عن mourir يعني توفي أو مات. مثلا نتكلم عن l'amour. l'amour يعني الموت. l'amour يعني الموت. إذا mourir يعني مات. ثم عندنا aller. ذهب. venir. جاء أو أتى. monter يعني صعد. descendre يعني نزل. كما نلاحظ عندنا الأفعال وأضدادها. إذا naître ولد. mourir مات. mourir مات. aller. ذهب. venir. أتى. ثم عندنا monter. monter صعد. descendre نزل. arriver وصل. partir انطلق. entrer دخل. sortir خرج. apparaître ظهر. rester بقي. retourner استدار. tomber سقط. ثم et leur forme composée. ثم كما نتكلم وأشكالها المركبة. نتكلم هنا عن الأفعال التي ذكرنا هنا والتي تستعمل مع être طبعا عند تصريفها مثلا في le passé composé وضمنيا كما قلنا مع الأزمنة الأخرى المركبة. كما عندنا هنا par exemple كمثال revenir. طبعا رأينا venir revenir يعني رجع. venir أتى. revenir كما نقول رجع. ثم عندنا entrer كما رأينا. ثم عندنا rentrer كما نقول أنه دخل للمرة الثانية. وممكن أنه يعني وصل أو رجع. rentrer. ثم عندنا remonter. رأينا قبل قليل monter يعني صعد. ثم عندنا remonter أنه صعد للمرة الثانية. ثم رأينا descendre نزل. ممكن يكون عندنا فعل redescendre يعني نزل للمرة الثانية. ثم رأينا le verbe partir يعني ذهب أو انطلق. ممكن يكون عندنا le verbe repartir يعني أنه انطلق للمرة الثانية. طبعا هذه الأفعال عموما أنها تستعمل مع être لكن يجب بنفس الطريقة التي ذكرنا حتى لا نجد بعد ما نظن تناقضا. يجب أن نعرف أن من ضمن هذه الأفعال الموجودة هنا هناك من تصرف مع avoir. مثلا إذا أخذنا الغير entrer. je suis entré أنا دخلت. j'ai entré des chaises أنا أدخلت كراسي. إذا ممكن أن الغير entrer يصرف أيضا مع avoir. مثلا الغير monter. je suis monté أنا صعدت. j'ai monté une valise. j'ai monté une valise أنا ساعدت بحقيبة. إذن كما واحد أن من ضمن هذه الأفعال من يصرف مع avoir. ثم أن هناك أفعال أخرى غير هذه الأفعال أن تصرف مع être. مثلا le verbe recruter. le verbe recruter هذا فعل جندة يعني أنك تدخل في خدمة معينة مع شركة ما أو في أي مجال. إذن عندما نقول je suis recruter إذن المقصود بأنني لقيت خدمة. بمعنى آخر أنني جندت مثلا في الشركة. أنني أدخلت. أنني قبلت كمجند إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن le verbe recruter. ممكن أننا نجد أفعالا أخرى طبعا بنفس المعنى الذي ذكرنا فيما سبق. عندما يكون الفعل متعلق بالفاعل أنه يتم على الفاعل طبعا أنه يصرف مع être. وعندما يكون الفعل من الفاعل يطبق على شيء آخر
إذا طبعا نستعمل أفواه. كما قلنا الآن بأن أغلب الأفعال أنها تصرف مع أفواه، الذي ألاحظه في بعض الحالات القليلة جدا التي تكون فيها أفعال طبعا تنطبق على الفاعل، لها علاقة بالفاعل، وتستوجب أن يستعمل فيها لوكسيليار إتر، ورغم ذلك يستعمل فيها أفواه. الذي ألاحظ بأن هذه الأفعال الفرنسيون تعودوا على استعمال أفواه في تلك الحالات، عندما أقول جي مونتي ثم جو سو مونتي. طبعا هناك حاجتين التفريق بينهما هنا يكون باستعمال أفواه أو إتر. طبعا هناك حالات أخرى يعني لا تكون فيها هذه الازدواجية، والذي ألاحظه بأن الفرنسيين أنهم تعودوا على استعمال أفواه. طبعا هذه الحالات قليلة كما قلنا الآن بأن أغلب الأفعال أنها تصرف مع أفواه، لكن بالمجمل وفي أغلب الحالات الذي ذكرناه ينطبق على كل الأفعال. إذا نقول مثلا Je suis arrivé à la gare. Je suis arrivé exemple مثال Je suis arrivé à la gare avec les verbes pronominaux مع الأفعال الضميرية exemple مثال Je me suis trompé dans mon calcul. إذا أنا أخطأت في حسابي كما رأينا قبل قليل. Je me suis trompé dans mon calcul. Je me suis trompé dans mon calcul. أنا أخطأت في حسابي. Si les verbes descendre, entrer ou bien rentrer, monter ou bien remonter, rentrer, ثم retourner et sortir. Rentrer ممكن أنه يعني عادة. طبعا عندنا هنا re-entrer يعني أنه دخل للمرة الثانية، ثم عندنا rentrer المقصود به عادة، لأن الفعل نفسه ممكن أنه يعني دخل للمرة الثانية وممكن أنه يعني عادة أو رجع إلى غير ذلك. ثم عندنا retourner يعني استدار et sortir sont construits avec un complément d'objet direct. إذا كانت الأفعال التي ذكرنا الآن descendre, entrer bien rentrer, monter ou bien remonter, rentrer, retourner et sortir sont construits يعني أنها تبنى، المقصود بأنها تصرف مع avec un complément d'objet direct. Avec un complément d'objet direct on utilise l'auxiliaire avoir، هذا الذي ذكرنا قبل قليل. Si les verbes descendre، كما نقول بأننا نتكلم عن حالة استثنائية من الأفعال 14 التي ذكرنا. Si les verbes descendre، إذا كانت الأفعال descendre entrer bien rentrer monter bien remonter rentrer retourner et sortir، إذا كانت الأفعال sont construits avec un complément d'objet direct إذا هي صرفت مع complément d'objet direct on utilise l'auxiliaire avoir، فهذه الحالة أننا نستعمل avoir. كما نتكلم بأن الفعل هنا يصبح متعدي، طبعا يحتاج إلى complément d'objet direct، فهذه الحالة نستعمل الفعل مع l'auxiliaire avoir. كما نقول بأن الفعل سيصدر من الفاعل إلى مفعول به، لكن يجب أن ننتبه هنا بأن اللغة الفرنسية ليست كاللغة العربية. مثلا فلان كلم فلان، نتكلم عن فعل وفاعل ومفعول به. طبعا في اللغة الفرنسية نتكلم عن تركيبة، نتكلم عن تركيبة الجملة أنها تأتي بهذا الشكل. مثلا كما رأينا فيما سبق مثلا لو فيرب إكسبريمي فعل عبر عن، طبعا في اللغة العربية نقول عبر عن، في اللغة الفرنسية لا يقولون عبر عن. لو باسي كومبوزي إكسبريم إن أكسيون يعبر حدثا. إذا كما نلاحظ بأن التركيبة مختلفة، نتكلم عن هذه الحالات كومبليمون دوبجي ديريكت. كما نلاحظ لو باسي كومبوزي إكسبريم إن أكسيون، طبعا هنا قلنا إن أكسيون دون لو باسي إي تيرميني. كما نقول هنا أن لو باسي كومبوزي يعبر عن بأن حالة في الماضي انتهت، هذا هو تقريبا المعنى المراد هنا. طبعا كما نلاحظ بأن التعبير يختلف من لغة إلى لغة. طبعا نتكلم هنا عن الأفعال في اللغة الفرنسية أنها تختلف عن اللغة العربية، لذلك عندما نتكلم عن لو كومبليمون دوبجي ديريكت فلا يعني بالضرورة المفعول به في اللغة العربية،
قد يعني هذا في الغالب، لكن في أحيان أخرى قد لا يعني هذا كما رأينا قبل قليل. إذن طبعا كما قلنا بأن هذه الأفعال إذا احتاجت أو ركبت كما عندنا هنا أو بنيت avec un complément d'objet direct، يعني كما نقول تقريبا المفعول به، كما نقول المفعول به تقريبا، ولكن ليس دائما صحيح. On utilise l'auxiliaire avoir. On utilise l'auxiliaire avoir. إذا في هذه الحالة نستعمل avoir. Cela implique souvent un changement de signification. إذا هذا يعني تغير في المعنى. طبعا كما رأينا فيما سبق بأننا إذا صرفنا فعلا مع être أنه يعني لنا معنى، وإذا صرف نفس الفعل مع avoir طبعا يتغير المعنى. إذن اكزامبل à quelle heure es-tu sorti ce matin؟ à quelle heure es-tu sorti ce matin؟ إذن في أي ساعة أنت خرجت هذا الصباح؟ طبعا في أي ساعة أنت خرجتي طبعا نضيف أ لكلمة صوتي لأن الفعل مصرف مع être. À quelle heure es-tu sorti؟ es-tu sorti ce matin؟ في أي ساعة أنت خرجت على الصباح؟ Pas de complément d'objet. Pas de complément d'objet. إذا ليس هناك كما نقول مفعول به. مي ولكن as-tu sorti les carottes du frigo hier soir؟ مي ولكن في حالة أخرى مضادة as-tu sorti les carottes du frigo hier soir؟ du frigo hier soir. As-tu sorti les carottes du frigo hier soir؟ هل أنت أخرجت الجزر من الثلاجة بالأمس مساء؟ هل أنت أخرجت الجزر من الثلاجة بالأمس مساء؟ les carottes complément d'objet direct. إذا نتكلم عن كاروت كما نقول بأن نفعل به. حتى لا نطيل نستأنف الفقرة القادمة مع هذا الموضوع. إلى اللقاء.